أهلا وسهلا فيكم. عقم الرجال مشكلة اجتماعية وطبية تسبب إزعاج للزوج والزوجة أيضا. شنو الأسباب اللي ممكن تسبب هذا الأمر؟ طبعا هنا أسباب كثيرة لكن نتناول أشهرها وأهمها. من أشهر الأسباب الطبية لتأخر الإنجاب عند الرجل هو ما نسميه دوالي الخصيتين. شنو معنى الدوالي؟ معناها أن أوردة الخصية أو العروق اللي محيطة بالخصية تكون متضخمة وكبيرة. شنو السبب؟ الغالب يكون خلقة أو طبيعة الخصية الشخص مولود فيها وتكون فيها عامل وراثي. ليش تسبب هذا الأمر؟ في الغالب ارتفاع حرارة الخصية بسبب انتفاخ الأوردة هو اللي يضعف وظيفة الخصية، فينتج منها نقص في عدد الحيوانات المنوية أو ضعف في حركة الحيوانات المنوية أو زيادة في التشوهات، وبالمحصلة يحصل تأخر في الإنجاب. هذا السبب الأول والأشهر. من الأسباب أيضا التهابات الجهاز التناسلي واللي ممكن تأثر على الخصيتين وتسبب أحيانا انسداد في مجرى السائل المنوي. أيضا من الأسباب اللي ممكن تسبب تأخر في الإنجاب بعض العيوب الخلقية مثل الخصية المعلقة عند الأطفال، وبالذات إذا تم علاجها في سن متأخر، وبالذات إذا كانت بالناحيتين. أيضا بعض الناس اللي قد يصاب في أورام في الخصيتين نفسه تكون وظيفة الخصية ضعيفة، أو شخص أصيب بأورام في مناطق مختلفة من الجسم مثل الليمفوما واحتاج إلى علاج إشعاعي أو كيماوي، فهذه راح تسبب ضعف وإتلاف لوظائف الخصية. أيضا خلل الهرمونات قد يكون من داخل الجسم أو من هرمونات خارجية، ومن أشهرها وأهمها اللي لازم ننبه عليها هي هرمونات بناء العضلات مثل ما يأخذونها الكثير من الرياضيين ظنا منه أنه بيقوي عضلاته، في نفس الوقت ما يدري أنه قاعد يضعف وظيفة الخصية عنده فتضمر الخصية ويصير عنده انعدام الحيوانات المنوية. أيضا التدخين له دور سلبي في وظيفة الخصية، كذلك الكحوليات والمخدرات لها آثار سلبية على وظيفة الخصية. بعض العمال يشتغلون في مصانع الكيماويات والمصانع المبيدات الحشرية ممكن تتأثر عندهم وظيفة الخصيتين. التعرض للحرارة الزايدة، الناس اللي متعودة تقعد في السونا لفترات طويلة لمدة طويلة، هذه تصير عندهم ضعف في وظائف الخصية. وأحيانا يكون هناك عوامل وراثية خلق طبيعة الخصية مثل حالة مشهورة نسميها كلاين فلتر، يكون في خلل في جينات الخصية يؤدي إلى تأخر في الإنجاب. وفي بعض الأحيان لا يوجد سبب واضح فنقول والله هذا ضعف في وظيفة الخصية مجهول السبب. وأخيرا إذا كان هناك مشكلة جنسية مثل ضعف في الانتصاب أو ارتجاع في السائل المنوي لأسباب مختلفة فهذا ممكن يسبب تأخر في الإنجاب. شلون نشخص تأخر الإنجاب؟ عادة الفحص السريري، عمل تحاليل للسائل المنوي، عمل تحاليل للهرمونات، وربما عمل تحليل وراثي، سونار للخصيتين، وبعد ذلك يتم التشخيص والعلاج حسب الحالة. نتمنى السلامة للجميع. خلاص ها؟ الله يحفظكم. الله يسلمكم.